السلام عليكم بالنسبة للحادثة التي وقعت في المباراة التي جمعت مالي بتونس يوم 12 يناير برسم اللقاء المجموعة السادسة في مجموعات ديال كأس الأمم الإفريقية اللي كتجرى الآن في الكاميرون واللي كان الحكم ديالها هو جانيسي كازوي هو من مواليد 1979 عنده 43 عام هو من جنسية من زامبيا في الحقيقة أن هذا الحكم عنده يعني تاريخ في تسيير المباريات والمباريات المهمة والمشاركة في المسابقات الإفريقية بشكل جعل الاتحاد الإفريقي يوكل له هذه المباراة وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر يمكننا ان نقول انه هو اللي جرى النهائي ديال مونديال الانديه بين ريال مدريد وكاشيما في 2016 ايضا هو اللي لعب النهائي ديال كان اللي في الغابون ما بين مصر والكاميرون اللي كانت فازت بها الكاميرون ايضا لعب كاس العرب اللي تجرات مؤخرا في قطر كان هو صاحب التحكيم اول تجربه بالفار في افريقيا واللي كانت في مباراه السوبر الافريقيه اللي جمعت ما بين الوداد وطيبي مازومبي في 2018 بالاضافه الى مجموعه من المباريات اللي قادها في المشوار ديالو اخيرا كان قاد مباراه ما بين الوداد و الأهلي المصري والذي كانت انتهت بفوز الأهلي المصري وكان من مميزات هذا الحكم أو أنه حكم هادئ. ثانياً أنه حكم من من الناحية البدنية يعني عنده واحد القدرات البدنية هائلة سواء خصوصاً في السرعة في السرعات وبالتالي كان يعتبر نموذج أو مثال. في الحالات ديال السرعات والتحركات الى اخره بالنسبه للحكام ديال افريقيا بالنسبه لي يعني من منطلق معرفتي به لانه كنت تعرفت عليه ايضا في احدى المباريات اللي كان قادها في كاس عصبه الامم الافريقيه في مصر واللي كنت انه مراقب الحكام ديالو وكان قاد المقابله يعني باقتدار وما كانش عنده يعني مجموعه الملاحظات السلبيه. انا بالنسبه لي هناك شيء ما وهذا اللي اعتقد أصفر عليه البحث والتحقيق على انه كان يعاني من وعكه صحيه نتيجه ضربه شمس اللي في الحقيقه كتجعلنا نقولوا بانه هذيك القرارات وهذيك التصرفات لم تكن تصرفات عاديه. منها اولا الاعلان عن ركله جزاء صحيحه لفائده مالي لكن ارفاقها بالانذار لم يكن صحيحا بمعنى العقوبه الانضباطيه التي رافقت القرار التقني لم يكن صحيحا اعتبار ان الكره لم تكن في اتجاه المرمى حتى يتمكن من القيام ب اشهار الورقه الصفراء، عندما لا اقول اقول اتجاه المرمى ماشي معنى ان اللاعب حرم الفريق من تسجيل هدف، ولكن عندما تكون الكره متجهه الى المرمى رغم وجود مدافعين اخرين، فهي مجرد اتجاهها في اتجاه المرمى اذا كان هناك خطا تلمس كره اليد يكون مرفوقا بالإنذار وهذا ما لم يكن في هذه الحاله الحاله الثانيه وهو الاعلان على ركلة الجزاء ديال الفريق التونسي من بعد ما رجع بطبيعه الحال للمراجعة في تقنية الفار تاكد ان هناك ركلة جزاء اعلن عليها الطرد لم يكن صحيحا وهذا اللي جعل الحكم المساعد بالفيديو يستدعيه لمراجعة قراره ولكن مع ذلك تشبت بقراره أه ملي وصلت الدقيقه 85 و وثمانية ديال اعلن عن نهايه المباراه هنا تيبان بانه الحكم لم يعد قادرا على متابعه المباراه والتركيز كان عليه ان يقوم باشعار الحكم الرابع انه ليس في حاله طبيعيه صحيه جيده والحكم الرابع يتمم ما تبقى من المباراة ومن انطلاقا من هذا ال... الدقيقة كان لاحظوا أنه يشير إلى الحكم الرابع أن هناك خمس دقائق أو ست دقائق الوقت بدل الضائع في حين لأنه تواصل بالوقت بدل الضائع تيكون حتى الدقيقة 88 89 وكان ممكن التواصل معه بطريقة التواصل الإلكتروني اللي عندهم بلو ما يستعمل إشارة هذا تدل على أنه في التلقي ديال الـ 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 التواصل بينتهم لم يكن سليما أو ما كانش قادر يتوصل باللي بالرسائل اللي كيعطيوها له الحكام الاخرين عبر وسيله التواصل الالكتروني ثانيا انه كان عليه قبل ما يعلن على نهايه المباراه ان يتواصل اولا مع حكامه المساعدين ليستشرهم كم بقي من الوقت ثانيا في البروتوكول ديال المباريات اللي تتكون مخدمه الفار قبل متى الحكم متى ينوي ينهي المباراه عليه ان يتواصل مع غرفه الفار ليتاكد اولا كم عدد دقائق او ثواني التي استغرقتها عمليه الفحص او التحقق مثلا كانت هناك عمليه ديال التحقق وعمليه مراجعه فرق جزاء هذاك الوقت خصو يتزاد الوقت اللي عنده هو اللي فيه مثلا مجموعه ديال التبديلات اللي فيه الوقت اللي ضاع من اللي شهر الورقه الحمراء واثارت مثلا احتجاج الفريق المالي هذاك الوقت كله خصو اذا خصو يتواصل مع الحكم المساعد بالفيديو بالاضافه الى ذلك وهو باغي يعلن على نهايه المباراه كيشوف الحكم الرابع يلا يتاهب لاشهار الوقت بدل الضائع يعني. اذا هذه كلها اشارات غتبين لي حتى الا كانت الساعه ديالو مثلا ما خداماش غتبين لي بانه راه هناك شيء ما وعليه ان يتواصل مع الحكام ليتمكن من التعرف على ذلك بالاضافه الى ذلك حتى اذا كانت مثلا الساعه ديالو فمن الابجديات ديال الحكام انهم دائما تحملوا معهم جوج ديال الساعات دائما تتكون ساعه تي... وتيخدموا بجوج في نفس الوقت وحده تتبقى مسترسله وحده يتم بها ايقاف اللاعب في الحالات التي تستوجب ايقاف اللاعب باش ملي كنوصلوا مثلا الدقيقه 44 تنقارنوا ما بين جوج ديال الساعات اللي عندنا ساعه مثلا تلقاو فيها 44 غاديه بشكل عادي وساعه مثلا فيها 41 41 بمعنى عندي ثلاثة دقائق الوقت بدل ضائع نتيجة التوقفات اللي كنت درت في المباراة وبالتالي تتولي عندي العملية سهلة باش تنعطي الوقت بدل ضائع للحكم الرابع يشهره وكنزيد عليه طبيعة الحال الوقت اللي عطاه ليا الحكم المساعد بالفار واللي هو استغرقاتو عمليه التحقق والمراجعه إلا كانت عمليه وهنا كانت جوج ديال العمليات اللي جاء فيهم الفار العمليه الاولى هي ديال ركله الجزاء اللي منح للفريق التونسي والعمليه الثانيه هي يجي يتحقق ويتاكد ويراجع القرار ديالو في شهر الورقه الحمراء. اذا هذه كلها عوامل تتبين على انه الحكم لم يكن في حالته الطبيعية أنا هذا هو التفسير دياله هذا لا يدل على أنه كان أن الحكم ضعيف لأنه لو كان ضعيفا لما كان له هذا المشوار وإنما حالة كان حالة صحية و... لا أثرت عليه بشكل أنه أخذ هذه القرارات ولم يتمكن من إتمام المباراة وبطبيعة الحال عطات هذا اسمه كان مثلا على الحكام المساعدين مجرد ما يدخلوا عنده وينبهوه على انه المباراه لم تكتمل لا في وقتها الاصلي وبالاضافه الى ذلك في الوقت بدل ضائع وممكن في هذه الحاله هذه انه يرجع مره اخرى وانما واخا كتعطيه صوره شويه مشوهه على التحكيم او مهزوزه على التحكيم بمعنى انه اعلن عن نهايه المباراه في الدقيقه 85 و8 ثواني واعلن عن نهايه المباراه في الدقيقه 89 و45 ثانيه ثم استمر المهم ان يعيد الحق الى اهله ويلعب الوقت اللي بقى في المباراه اللي 15 ثانيه ويضيف عليه الوقت بدل ضائع اللي غادي يشهروا الحكم الرابع وبالتالي ممكن ينهيه ومن بعد ولكن بطبيعه الحال هو اصر على ذلك وكيبان تيبان من الملامح ديال الوجه ديالو من طريقه التنفس ديالو من بعد ما اعلن على نهايه المباراه ان هناك شيئا صحيا لم يكن سليما وعلى انه الحكم كان فعلا تحت ضغط اما وعكه صحيه او ضربه شمس اللي اثرت عليه واثرت على القرارات ديالو واثرت على حتى طريقه التواصل مع الحكام المساعدين ديالو وطريقه بطبيعه الحال محاوله محاوله تدبير هذه الحالات الصعبه والحالات الشائكه وتدبير هذه وهذا الوقت هذا اللي ما تمكنش يدبروا بشكل سليم وبشكل سلس يمكن ان يؤدي الى انهاء المباراه والوصول بها الى بر الامان وفيما يخص اجراء اتمام المباراه فهذا بطبيعه الحال صحيح لانه المباراه لم تتم في مجمل توقيتها لا الاصلي ولا الوقت بدل الضائع الذي يعتبر هو وقت للمباراه هناك البعض الذي قال وتحدث عن عدم قانونيه هذه هذا الاجراء وربطه بواحد الفقره في الماده خمسه اللي كتقول لا يمكن للحكم تغيير قرار استئناف اللعب تبين لو انه خاطئ او بناء على مصوره احد حكام المباراه اذا ما تم استئناف اللعب او اعلن الحكم عن نهايه الشوط الاول او الثاني بما في ذلك الشوطين الاضافيين وغادر ارضيه اللعب او انهى المباراه هذا هذه الفقره تتعلق بالقرار التقني مثلا لم يعلن عن ركله جزاء وغادر الملعب ومن بعد ملي دخل المستودع الملابس اشار اليه مثلا الحكم المساعد اللي معاه لانه كانت هناك ركلة إذا ما يمكنش يرجع من بعد ما غادر الملعب ودخل المستودع الملابس أما في حالة ما أنه المباراة لم يتم إتمامها توقيت المباراة لم يتم استيفاؤه ما تمش إذا فهذا يحتم على الحكم إذا اقتنع أو تبين له أنه ما كملش الوقت القانوني للمباراة خصو يرجع ويتمم ما تبقى له من وقت اما الشوط الاول او من وقت الشوط الثاني باش يكون الوقت اللي ديال الملعوب واللي خصو يتلعب فعلا تم استيفاؤه استنفاده كوقت ديال اللاعب حقيقي في المباراه